أجدد الترحيب بحضراتكم في فقرة معلوماتي وجمعة الكواليس والمعلومات مع السادة الصحفيين النجوم اللي مشرفينا ومنورينا. أستاذ أحمد شوقي أهلا وسهلا بيك يا فندم. ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ منور الدنيا. ربنا يخليك. أخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. كله حلو؟ الحمد لله. أستاذ أحمد عبد الباسط أهلا وسهلا بيك يا فندم. مساء الفل يا نجم، ربنا يكرمك. أخبارك ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. والشياكة؟ تلامذتك. ده شيء عظيم جدا. تمام. جدا. معلو ها؟ مات. يلا. زق. أنا زقيت معاك؟ لا لا، على اتفاقنا. خلاص كده تمام؟ على اتفاقنا. زي الفل. دي اسمها ايه؟ بس انا ما اتفقتش. والله كنت عارف ان انت هتسألني. بس انا ما اتفقتش. ممكن اتكلم. عادي، انا ممكن اقول لك ببساطة جدا، اقول لك حتة حديدة بتلم اللي انا. المواضيع بسيطة. أواشيط. انا بس يعني المواضيع بسيطة، بقول له أواشيط. طب أواشيط وبتاع. فدي ايه بقى؟ انا بس هم بيلبسوني، انت عارف يعني، يقول انت مثال حي ان انت تطلع كده بالشكل والهيبة وبتاع، فخلاص. انا جاي النهاردة طالع شكلي. مفيش معلومات ها؟ لا لا، شكله شوية كده. أبو الشوق، إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. طيب، الأخبار والتفاصيل والكواليس داخل نادي الزمالك هبتدي معاك فيها بمعلوماتي، وكان عندنا مداخلة مهمة جدا من أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك. والحقيقة في وسط المعلومات أنا كنت بستدعي من الأخبار اللي أنت كنت بتقولها ومن المعلومات اللي كنت بتقولها في معلوماتي. والحقيقة أنه كان في حاجات كتير، اطراف كتير هو كان بيكملها في المداخل. الحمد لله. خلينا نبتدي معاك من موضوع طارق حامد، ايه كواليسك فيها؟ بص، طبعا هي في البدايه بهنيك على المداخله، مداخله مهمه جدا. لان اما تطلع، اما انا بطلع، انا بتحمل مسؤوليه اللي بقوله، لكن لما نادي الزمالك بيتكلم بصفه المشرف العام على الكره، هو اللي بيشرح الموضوع، بيوضح الكلام، بيدي مصداقيه اكبر للناس. موضوع طارق حامد، احنا في البدايه عايزين بس نقسم، نقول يعني قرار من البدايه. تمام. الزمالك قسم اللعيبه اللي هتجدد لنوعين. نوع مرحب بالتجديد لكن بيماطل. لا، نوع بيماطل ونوع رحب بالتجديد لكن طلب ارقام فلكيه. ماشي ماشي ماشي. نوع بيماطل ونوع بيرحب بس طلب ارقام فلكيه. تمام ماشي. تمام. وفي نوع صغير خالص ده احنا بقى نتكلم عنه برضو، اللي هو رحب بدون شروط. لكن احنا بنتكلم على زي ما بقول لك البوب ستار، اللي هو اللعيبه اللي عندها ايه ماشي. مشاكل. طارق حامد، يمكن طارق حامد انا يعني استاذ امير مرتضى اتكلم في الموضوع وشرح موقف طارق حامد. انا يعني هضيف بعض المعلومات اللي انا بقولها لك ممكن يتاكدوا. طارق حامد لما قعد مع مسؤول نادي الزمالك في الجلسه اللي تمت يوم الخميس اللي فات، خد بالك الجلسه دي كانت قبل الاعلان عن جوسوالدو فيريرا بيوم، وخد بالك وقتها كان خلاص حتى يعني الزمالك لما بدا يتكلم، يعني بداوا الزمالك يتكلموا معاه وقالوا له احنا بنبني مشروع طارق، انت لازم تكمل. وقالوا له فيما معناه يعني جوسوالدو فيريرا هيبقى موجود. تمام. طارق حامد بلغهم ان عنده عرض من اتحاد جده ب 3 مليون دولار. 3 مليون دولار اتحاد جده. السنة. دي معلومه بقى انت كده بتقول معلومات بقى كده. معلومه. 3 مليون دولار. الزمالك عرضه كام؟ الزمالك عرضه 40 مليون جنيه في سنتين. ياه. عرضه 40 مليون جنيه في سنتين. ما ده رقم حلو. ده رقم حلو. 20 مليون في السنة. 20 مليون في السنة، وخد بالك كان ممكن يزيدوا سنة مش حاجة، مش بس العرض اللي طلع من بق نادي الزمالك 40 مليون في سنتين. تمام. الرقم ده رقم كبير. كبير ورقم بصراحة. محطوط تقديرا لطارق. لطارق والاسم طارق والكلام ده كله. طارق من كلامه قال انا عايز رقم قريب من 3 مليون دولار. 3 مليون دولار يعني كام؟ تضرب في قول 45 48 مليون مثلا في السنه. فانت بتتكلم في رقم ما بيدفعش، الارقام ما بتدفعش يعني في المنطقه العربيه كلها غير في بعض الانديه في السعوديه. بعض الانديه كمان. احنا لو بعدنا عن التوب فور مثلا او ومثلا والشباب معاهم، بقيه الانديه ما بتدفعش الارقام دي. ماشي تمام. هو المهله من الخميس للخميس. هو طلب مهله اسبوع وقال لهم انا هرد ما ردش. الزمالك كان ناوي يستنى لغايه السبت، لكن اللي حصل ده عجل، او الخساره عجلت القرار ده. بالنسبه لطارق حامد هشرح لك في الاخر، بعد ما اخلص لك هقول لك في الاخر الزمالك هيعمل ايه، يعني الكلام ده هل الزمالك ممكن يرجع فيه ولا لا. ماشي. الزمالك مش هيرجع في كلام. الزمالك مش هيرجع. الزمالك مش هيرجع في كلام. قالها يعني انا تمام. الكلام اللي اتقال ان مثلا ده عيار في شنك في الهواء، ده الزمالك متعصب، ده الزمالك بيقول، الكلام ده مش هيحصل. نخش على مين؟ بن شرقي. تمام. انا بشرح اللعيبه اللي هي الناس كانت بتسال عليها الفتره اللي فاتت، انا كنت مجهز الكلام ده برده مداخل استاذ امير شرحت جزء كبير، فانا بكمل على بعض النواقص من المعلومات اللي انا جبتها. بن شرقي الزمالك قعد معاه مرتين. اول مره اول ما المجلس رجع وقالوا له، قال لهم انا ما عنديش مشاكل، لكن انا اللي بيتكلم باسمي اخويا، ما حدش تاني هيتكلم باسمي. قال له كريم بالك، قال لهم لا انا بيتكلم باسمي اخويا رشيد. تمام. اخو رشيد. خد رشيد. تمام. تاني يوم
لقوا هو بعت للزمالك انذار عايز 800,000 يورو. فالزمالك جابوه قال له طب انت بتقول انك مرحب انت عايز ايه؟ قال لهم لا دي فلوس من الناس اللي قبلكم وانتم مالكمش علاقه، احنا انا عايز الفلوس دي خلال 15 يوم. تمام تمام. خد فلوسه امتى؟ في نص يناير. فات قد ايه؟ شهرين. في الشهرين ده الزمالك عمل معاه بعدها جلسه قالوا له ايه الاخبار؟ قال لهم عايز برضو اخويا. تمام. طب اخويا مش اخويا ها 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 بدا هو يمطر وبدا هو اللي يتهرب منه جد. الزمالك راح قافل الموضوع تماما. انا بشرح لك من الاخر هو تفكير بن شرقي. بن شرقي لسه ما وضعش في حته. بن شرقي عايز يقعد يخلي لغايه اخر السنه لغايه ما ياخد قراره. جاله عرض من الامارات وعايز الامارات وعايز عايز يعيش في الامارات ومرحها وحابب الحياه في الامارات. تمام هيمشي. ما جالوش يقول للزمالك ايه يلا نجدد. الزمالك راح قافل الباب ده كده كده على فكره. وما كانش القرار ده عشان خاطر اللي حصل النهارده. بن شرقي كان مقفول الملف بتاعه. تالت اسم ابو جبل. ابو جبل سبب الغضب الاساسي لنادي الزمالك من ابو جبل مش حكايه ان هو عنده عرض، فكره ان هو قعد مع وكلاء كتير وده اثر على مستواه بعد ما رجع. بعد ما رجع من بطوله افريقيا ابو جبل مش هو ابو جبل. امير شاور عليها اشار اليها يعني قال لك استفزازات، تعرضنا لاستفزازات بالصور اللي كانت بتنزل. فده اغضب مسؤولي الزمالك وهم شافوا ان قعدت مع الوكلاء كتير. ده لا يليق باسم نادي الزمالك، لا يليق بان حارس نادي الزمالك يبقى بيمضي التفويض لوكيل او وكيل او وكيل او وكيل. خلى في الاخر الموضوع مش هيتم، وخصوصا انما الزمالك اتكلم وقالوا لابو جبل وقال لهم قدروني. طب قول رقم. طب لا اعرضوا انتوا اللي طلع من بقى. طب اعرضوا انتوا. طب هنعرض مثلا زي مثلا عرض كذا. لا انا جاي لك اكتر. طب ما تقول انت عايز كام. مفيش. فده خلى الزمالك برده ياخد قرار انه يقفل ملف ابو جبل. تمام. سيف الجزيري من الاسامي اللي هي اتقال اسمها عرضها للبيع. من الاخر سيف الجزيري بعد الموقف اللي هو عمله وان هو خلى المحامي بتاعه يتكلم في الاعلام وده كنت قلته لك قبل كده. خلى الزمالك عنده زي ما بيقول لك حاله من الضيق الشديد من اللاعب. خصوصا ان اللاعب بعد عودته من قطر قال لك انا عندي عروض. الزمالك قال لك هات عروض. ما جابش حاجه. طب ركز في الملعب مش مركز في الملعب. ده خلى الزمالك يفكر في تسويق سيف الجزيري. تمام. عشان خاطر الزمالك زي ما بيقولوا بيبني فرقه جديده. تمام. دلوقتي الحل الوحيد لاي لاعب عشان يكمل في نادي الزمالك انا بقوله لك اهو بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى قول نادي الزمالك انا جاهز التوقيع على بياض. على بياض شرط نادي الزمالك. تمام. الزمالك هيحط لك الفلوس. مش هيبخس حقك يعني. مش مثلا هيلاقي يقول لك انت جبت شرط الاجاده. طبعا شرط الاجاده ان تكون في الملعب يعني. لان انت لازم ان انت في الاخر انا كنادي الزمالك بعد ما انا حسيت انه في بعض اللعيبه قالت اعلاميا انا عايز اجدد وبعد كده ما قدرتش ان هي يعني زي ما بقول لك ايه تحقق زي ما بقول لك التوافق ما بين رغبتهم في وسائل الاعلام وفي الغرف المغلقه. لان انت لازم كلامك في الاعلام يبقى قريب من جلساتهم المغلقه. ما ينفعش ان انا اقول انا عايز اجدد للزمالك وفي الاخر اقول للزمالك زعب شافي كده. زعب شافي خلص يا باشا. خلص شافي قال لهم ما حطوا الفلوس. قال لهم ده كتير. يعني هو قال لهم الفلوس انت حاطينها لي كتير. تمام. ده مثال. ما عادش منه. لا ما عادش منه. قال له والله بجد. هو قال لها امين هو مثال واحد. خد بالك هو مثال واحد. كل شايف ان الرقم ده كتير. انا اقل يعني فاهم. يعني انا شايف ان انا ممكن اخد اقل للنادي. كل زمان بيجي لعيب فلته كده في نادي من الانديه يعني يعمل حاجه كده ما حدش يعملها زي ما بنتكلم على عبد الشافي كده. طيب اروح لعبد الباسط وارجع لسه عندنا مفضل. طيب اول خبر معانا مبدئيا الفلوس بتاعت بطوله الامم لسه ما جاتش. ولو تفتكر كنا هنا لما جه مجلس استاذ جمال علام فقلت لك الخزنه ايه مفيش لحد النهارده مفيش. الكابتن وائل جمعه مدير المنتخب طلب من الاستاذ جمال علام 50 مليون. 50 مليون ايه؟ 50 مليون جنيه. ليه؟ ليه بقى؟ اللعيبه لعبت كاس العرب ولعبت كاس الامم ما خدوش اي مكافاه لا كاس العرب ولا بطوله الامم. واللعيبه داخله على كاس العالم. ايوه تصفيات. التصفيات. فهو الموضوع اتاخر. فكان في جلسه لحسم هذا الامر. اتحاد الكره بعت طلب استعجال للاتحاد. بس برضه مهما كان الفلوس اللي هتيجي مش هتغطي. لان انت لسه في برضه فلوس متاخرات كتير على اتحاد الكره في اماكن تانية معينه. فهو طلب على وجه السرعه يعني الفلوس دي لازم اللعيبه لما تدخل المعسكر تبقى موجود. موجود دول 50 مليون. فهو بقى هيتواصلوا بقى مع الوزاره هيشوفوا حل في الموضوع. لانه ماتشات كاس العرب كلها انت لعب ثالث ورابع يعني لعب كل الماتشات. المكافآت عاليه بالنسبه للعيبه. وواصل نهائي بطوله الامم فالمكافآت ايضا عاليه بالنسبه للعيبه. كمان انا برضو خليني اقول لك على مفاجاه من المفاجات اللي ما اتقالتش ان كارلوس كروش كان طلب ان صادر قرار ما يتلعبش عليه ماتش الزمالك النهارده ولا يتلعب عليه ماتش الزمالك والجونه والله حفاظا على ارضيه الملعب. لكن برضو يعني هو الراجل اتضايق شويه بس في النهايه قال انا خلاص هتعامل مع الوضع الراهن علشان انه استاد القاهره كان عايز يريح ارضيته امس الوضع بحيث ان هو يبقى رايح للمباراه الارضيه سهله بالنسبه له. ماشي.
اتفضلي يا استاذه بشوق. نكمل في نفس الملف نقطه بس ما كنتش قلتها، نقطتين سريعه وبعد كده اخش على الخبر ده. اول نقطه، طارق حامد عنده عرض قطري، ده العرض ده لسه قطري غير العرض بتاع اتحاد جده اللي هو 3 مليون دولار. وفي الوقت الحالي بيتم التفاوض على المقابل المادي مع العرض القطري ده، حتى هو حتى ما بلغوش لاداره نادي الزمالك يعني حتى في الجلسه، لانه كان لسه ما جاش. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه ان اداره نادي الزمالك شايفه ان طلبات اللعيبه تمام في الاخر انا بديك الفلوس باللي قدمته لنادي الزمالك، مش اللي قدمته في مستوى مع المنتخب مع كامل تقديرنا. في الاخر انا كنادي الزمالك المنتخب ما خدش بطوله افريقيا في الاخر. في ناس برضو يا جماعه تالقك حاجه، ولكن في الاخر انت بعد عودتك ما اديتنيش اللي انا مستنيه كنادي الزمالك في مباريات مهمه، ادت ان الزمالك يبقى وضعه للاسف سيء جدا في بطوله افريقيا، وتلاقي نفسك ان انت الزمالك وجهه نظر لا يليق ان الزمالك يبقى من اول الفرق اللي هتودع البطوله بكره لو حصل اي نتيجه. سيناريو مكرر لقيمه نادي الزمالك، لا يعني نادي الزمالك مثلا ولا المفروض حتى كواليتي اللعيبه اللي عنده او الاسماء على الورق ان يبقى ده الكلام ده كله. الجزء الثاني، تمام، احنا كنا قلنا الجزء اللي هم اللي يعني زي ما بيقولوا اللي رحبوا ومطلوا والكلام ده كله. طيب بالنسبه اللي رحبوا ما عندهمش مشاكل، حازم امام وعمر السعيد ورزاق السيد. انا بقول لك مفيش قرار لعيب، مفيش لعيب داخل نادي الزمالك فيه قرار بالتجديد دي. كل اللعيبه هيتم تقييمها فنيا لحد نهايه الموسم. حازم امام وعمر السعيد ورزاق السيد الثلاثه شكرا ليكم طبعا ان انتوا رحمتوا تبقوا موجودين نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك في الاخر هيبص على اللي انتوا قدمتوه، على اللي انتوا عايزين تعملوه مع نادي الزمالك واللي انتوا هتقدموه لغايه اخر السنه، خصوصا ان نادي الزمالك على فكره اللعيبه اللي هي الخمسه اللي اتقال ان هم معروضين للبيع او ان هي عدم التجديد ليهم، الزمالك هيديهم حريه القرار. حابب تكمل لغايه نهايه الموسم وتلعب وتبقى زي ما بقول لك يعني بتزود في عدد الدقائق بتاعتك وبتسوق نفسك والكلام ده كله، الزمالك ما عندوش مشاكل بشرط الالتزام بكل الامور في الملعب وداخل الملعب وخارج الملعب. حابب مش حابب تلعب تبلغ نادي الزمالك، ونادي الزمالك هيكرمك وهيعمل لك شكر وتقدير على الفتره اللي انت قضيتها. نفس الموضوع بالنسبه للعيبه اللي قلتهم، حازم امام عمر السعيد ورزاق سيسي، مش معنى ان هم راحوا قالوا اوكي احنا مجددين ان الزمالك هيروح يجدد لهم. طبعا هيتم مراعاه الامر، ولكن في الاخر هو فكره ان احنا مش هنغلب المصلحه، هنغلب العاطفه على فكره مصلحه النادي. عظيم. كنا اتكلمنا على انه احمد حجازي لو تفتكر يوم 14 فبراير احمد حجازي مش هيلحق ماتش المنتخب. الحمد لله ربنا كرم في البرنامج انه بعد كده الناس كلها اتكلمت على هذا الامر. صحيح. وطلع كمان اتحاد جده السعودي طلع بيان يوم 19 فبراير. انا عايز اقول لك انه احمد حجازي مده غيابه هي اصابته عباره عن تمزق في اوتار العضله الضمه. احمد حجازي الموضوع هيطول شويه. فاحمد حجازي يعني هيلحق بعض الجولات القليله جدا في الدوري السعودي في اخر المسابقه، عشان الناس بس احنا حبينا نوضح ميعاد العوده بالظبط لاحمد حجازي. لانه الاصابه بتحتاج 3 مراحل تاهيل. المرحله الاولى خلصت، هو حاليا في المرحله الثانيه في المانيا، وبعد كده المرحله الثالثه هينزل الاعداد البدني داخل الملعب وتجهيزه يرجع على اخر 4 أو 5 جولات في الدوري السعودي يقدر يلحق معاهم الموسم هناك في السعوديه. حبيت بس اوضح انه تفاصيل عودته. ماشي تمام. ابو شوق يمكن لسه في معلوماتي. لسه في معلوماتي. اخر حاجه في معلوماتي تمام برضو متوافقه مع كلام استاذ امير مرتضى. الناس شايفه انه فيريرا خسر فالزمالك كده موقفه، فكده بدايه سيئه لفيريرا. اتفقنا الزمالك مع فيريرا من الاول النص سنه دي، الزمالك مكمل على كل البطولات، ولكن الهدف بالنسبه لنا ان احنا تعمل مشروع متوافق مع سياسه النادي، خصوصا انه زي ما اتقال في الوقت الحالي ان في زي ما بيقولوا في بعض يعني ايه يعني خلينا انا هقولها بالمعنى اتمنى الناس تفهمها، ان في بعض البالونات لازم تفرقع عشان خاطر الدنيا تهدى. في بعض الاوقات كده بيبقى انت عندك لازم يبقى عندك زي ثوره تصحيح او زي ما بيقول لك ان انت تجهز اللعيبه. دلوقتي في الوقت الحالي فيريرا بيقيم كل اللعيبه، بيجهز قائمه بكل اللعيبه، هيبص يحدد مين هيكمل ومين مش هيكمل، حتى لو في لعيب عقده مستمر هيتم تسويقه. فيريرا كل تفكيره في الوقت الحالي ان زي ما اقول لك ايه يعني هي تجربه، يعني انا مش يعني مش بحاول اقول يعني مش عايز اقول حاجه لكن يعني اشرحها، ولكن هقول فاكر التجربه بتاعت جوزيف 2004 اللي هو جه 6 شهور وبعد كده عمل الفرقه اللي اكتسحت ومشت. الزمالك مش هيكرر التجربه، ولكن في نفس الوقت الزمالك عايز يعمل مشروع كده. النادي الزمالك في الوقت الحالي احنا عارفين ان خلاص يعني حتى فيريرا النهارده قال في المؤتمر الصحفي انا جيت والزمالك خارج من افريقيا وفرصه صعبه جدا. هو في مرحله بناء فريق من اول وجديد. انا بشرح من اول وجديد ان انا بعمل الفرقه، بجهز كل حاجه، بجهز كل الكلام ده كله. في كلام اتقال بس ده انه ممكن يتم توحيد طريقه اللعب في قطاعات الناشئين كلها عشان خاطر يبقى انت عندك زي ما بيقولوا زي ما بيحصل في اوروبا ان انت تبقى انت لعيب من وانت صغير، اول ما بتدخل في الترس المكنه بتطلع قماش على طول زي ما هي. طيب لسه عندك معلوماتي. اتحاد الكوره قعد مع لجنه الحكام للكابتن صعب الفتاح لوحده لانه مفيش لجنه لسه،
واتكلموا في تفاصيل مهمه جدا حوالين تشكيل اللجنه واتفقوا ان هو برده ما تطلعش ماشي حلفانات برده تمام فاكر الموضوع ده فكان الحلفانات على انه الموضوع يطلع رسمي عبر اتحاد الكوره ماشي لحد ما اقول لك الخبر هو المفترض هيطلع بكره بعده ماشي بعد ما اقول لك الخبر ما اعرفش ايه بقى دي الاسماء اللجنة. اللي هتبقى موجوده في لجنه الحكام مع الكابتن اسامه عبد الفتاح لجنه الحكام بتشكيلها بالكامل ودي حلفوا عليها دي كمان حلفوا والله والله حلفوا بس هو اتحاد الكوره حلف الكابتن اسامه انما الكابتن ما حلفوش اوكي ماشي الكابتن اسامه كان لازم هات وخد المهم انه اللجنه الرئيسيه دي بتتكون من لجنه رئيسيه هيبقى رئيسها الكابتن اسامه عبد الفتاح ماشي ويشترط اعضاء اللجنه يكونوا حكام دوليين مدير اللجنه الكابتن احمد ابو العلا عضويه الكابتن ايمن دجيش الكابتن تامر دري الكابتن محمد فاروق الكابتن فهيم عمر طب والله كلها اسماء كويسه اسماء محترمه جدا اللجنه الفنيه بقى اللي هتبقى منبثقه من اللجنه دي بقى في لجنه فنيه ولجنه الفار اللجنه الفنيه الكابتن مجدي رزق والكابتن سعيد مراد لجنه الفار هيبقى مسؤول عنها الكابتن تامر دري ماشي دي كل التفاصيل اللي بتخص اللجنه خليني اقول لك كمان انه معلومه انه كان الكابتن ياسر عبد الرؤوف مرشح لرئاسه هذه اللجنه ولكن كان من خلال اتصالات بي انا لجنه الحكام لجنه الحكام رئيس لجنه الحكام جه كابتن عصام عبد الفتاح عرض عليه ان هو يجي معاده ولكنه رفض يعني قال له انا خلاص عديت موضوع العضويه انا لو هاجي رئيس فما كان ما جاش في هذه في هذا التشكيل او سبب استبعاده خليني اقول لك برضو ان كان بعض الاعضاء في اتحاد الكوره تأخير الإعلان عن هذه اللجنة هو الاعتراض على بعض الأسماء وخصوصا في اللجنة الفنية ولجنة الفار ولكن في النهاية كابتن عصام يعني مشى كلمته مشى كلمته ما وراء الخبر؟ ما وراء الخبر فاكر ما كنا اتكلمنا عن خالد سعد؟ لا مش فاكر هفكر فاكر فاكر ده ساعتها قعدنا نضحك خالد سعد ده بنتكلم عن قصة كان بقى لها حوالي 10-12 سنة يعني ولا حاجة موسم 2007-2008 أكتر كمان يا نهار أبيض 16 سنة بالظبط 2007-2008 وكنا قلنا ان هو بيفكر يشتكي هو راح بقى خلاص هو خد القرار وراح اشتكى الزمالك واشتكى الفيفا الاثنين لان راح للفيفا الفيفا قالت له انت مالكش حاجه عندنا فراح قال لهم يعني ايه ماليش حاجه عندكم لا طب انا هشتكيه انتوا كمان هو افتكر فلوسه في 2013 وبعد كده نسيها وهو اصلا ملوش غير ان هو مشي من الزمالك 2009 ما يقدرش يشتكي غير في 2011 كان جاي للزمالك من الوحدات الاردني صح كان جاي من الوحدات الاردني بعد ما خرج الزمالك في دوري ابطال العرب 2007 ماتش كان هنا 2-1 في استاد القاهره هو جاب الجون الاول طب وصل الموضوع لفين وصل ان اشتكى المحكمه الرياضيه وتحدد جلسه استماع يوم 24 مارس تمام وهو بيطالب الزمالك ب 600000 دولار على بركه الله اخر حاجه عنده اخر حاجه مش عارف تعيب بصراحه لما كروش اعلن عن الاسماء بتاعه المحترفين اعلن عن 9 اسماء طبعا كل الناس عارفاهم 9 المحترفين اللي عندنا ما عدا احمد حجازي مش موجود ضمن الاسماء خلاص ولكن الكل بيقول هل انه 9 جايين بص لحد اللحظه اللي بكلمك فيها والمستوى الفني اللي ظهر معلش انا اسف كان الفيصلي اشرف فيصلي فيصلي اردني برافو عليك برافو عليك كويس انا لو قعدتك في الغلط مش لا يبقى شكرا يا شوقي عفوا حبيبي لحد انه اعلن 9 اسماء لحد اللحظه اللي بكلمك فيها انه هل التسعه موجودين التسعه موجودين التسعه كلهم ليه لانه الراجل مستوى الفني مش عاجبه فهو مركز على انه التسعه بيلعبوا رجلهم في الملعب 9 محترفين ولكن الكل بيتكلم على مفاجات مش هيبقى في مفاجات واو في المنتخب هي نفس الاسماء مش هيبقى في لعب كتير واتكلمنا فيها قبل كده انه محمد هاني في ناحيه اليمين يدخل محمد حمدي او كريم حافظ لكن انه يستبعد اسماء كبيره بعينها ويدخل لعيبه جديده هو مش هيدخل لعيبه جديده لانه الف ب اي حد ممكن يحط تشكيل الماتش دلوقتي واللي اعتمد عليه في بطوله الامم عشان خلاص يعني هم ماتشين فمش هينفع يجيب لعيبه جديده يجربها عشان الناس في بيترمي اسماء والكلام ده اللعيب الوحيد اللي ممكن يجي من بعيد شويه هو علي جبر لان الحته دي بالنسبه له انا ما كنتش قلت اسم علي جبر قبل كده لان الحته دي عنده ازمه مستوى الناس في المكان ده في مصر مش مطمنه بعد مباراه الاهلي وبيراميدز بدا علي جبر يعني يدخل في قناعات الراجل خصوصا ان هو كان ضمه قبل كده انا بشكركم شكرا جزيلا يا نجوم ابو الشوق بشكرك شكرا جزيلا على الكواليس المهمه جدا جدا الحقيقه النهارده كملت لنا مداخله مهمه لامير مرتضى مشرف عام على الكوره بكواليس متعلقه بلعيبه نادي الزمالك عباس بشكرك شكرا جزيلا كالعاده متالق الصديق العزيز بشكرك شكرا جزيلا واتمنى اكون البن عندك ايه بن هم ابعتها لك دلوقتي على الواتساب لا بس انا حبيت يعني ايه لا بعتت لك دلعتك اشكركم شكرا جزيلا احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل لنا حوار مهم جدا مع نجم مصر نادي الزمالك كابتن ايمن منصور وعضو مجلس اداره نادي فيوتشر ايضا بعد الفاصل خليكم معنا